دونك اليوم عملنا زيارة ميدانية في إطار متابعة المشاريع الموجودة في ولاية منزرت. هذا مشروع حلم كما تعرفوا، مشروع من أضخم المشاريع في شمال أفريقيا، أكبر قنطرة في شمال أفريقيا. اليوم كما تعرفوا تم انتشار الانطلاق ل 19 جويلية 2022 عن طريق سيادة رئيس الجمهورية. اليوم شركة صينية انتصبت وهكا تراو في الأشغال وبداية الأشغال، وجينا باش نعملوا معاينة ميدانية ونشوفوا كيف فما إشكاليات اللي هي حقيقة حلينا كل الإشكاليات العالقة، كان سواء مع المؤسسات الخاصة أو العمومية، مع المنشآت العمومية، دونك مع كل الوزارات وكل الإدارات الجهوية متفاعلة ومتجاوبة مع الشركة ومع المشروع. وإن شاء الله معناتها في أقرب الأجيال وفي غضون 38 أشهر حسب كرة الشروط، ولكن أنا متأكد وأنا محسب الوعود اللي خذيناها من الطرف الصيني، وأنا مش تكون أقبل الأجيال بكثير مش توفى معناتها الأشغال. وإن شاء الله في احنا هنا نسيستي على الديلي وعلى الكاليتي. دونك عندنا كفاءات، احنا موجودين في وزاره التجهيز وفي الباير دوفون في كل الاطراف المداخله، واني باش تبع مراقبه جوده العمل. انا نعرف اللي سير بيجي هذه شركه عموميه صينيه، شركه مختصه في صناعه وفي بناء الجسور، دونك عندها وهذه الجسر الثاني معناتها عالميا. جسر بنزرت هو الثاني بعد جسر اسبانيا من حيث الجوده ومن حيث العلوم ومن حيث كل الخصائص. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله الف مبروك علينا كولايه بنزرت، والف مبروك على تونس بهذا المنجز وبهذا المشروع اللي حقيقه وراه برشا معناتها مشاريع اخرى باش تجي. تعرفوا انتم وضعيه بنزرت والخنقه نتاع القنطره، دونك اليوم الحمد لله ان شاء الله في 38 شهر نشوفوا بنزرت اخرى وبنزرت كبيره وبنزرت اللي هي قطب وهي قبله صناعيه واقتصاديه وسياحيه.